ساعة المناخ وصلت ل4 ساعات، وده مؤشر بيدل على قرب النهاية. وتم الاعتراف ان السماء بقى فيها قمرين رسمي. الاغرب ان الصحراء اتملت مية من اولها لاخرها. الفيديو ده هيبقى فيه اغرب حاجات واغرب اخبار بتدل على حاجات غريبة بتحصل في العالم. فتعالى معايا اقول لك على الاخبار دي، بس ما تنساش اهم حاجة تعمل متابعة دلوقتي للصفحة لو ما كنتش لسه متابع، عشان يوصل لك اغرب حاجات بتحصل الفترة اللي جاية. الفترة الأخيرة العالم عمال يسمع أخبار غريبة، كل يوم بنسمع عن حاجات غريبة بتحصل جوه الكوكب، والحاجات دي بتبقى دايما دليل على قرب النهاية. ساعة المناخ وصلت ل4 ساعات، 4 ساعات دي حاجة تقلق جدا، لأنه ساعة المناخ دي للي ما يعرفهاش موجودة في نيويورك، وهي ساعة بتنقص بعد تنازلي كل ما يحصل حاجة تقلق أكتر أو حاجة بتدخل العالم حالة من القلق أو حالة من تغيير المناخ، والساعة دي معتمدة على زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الكوكب، بحيث إنه بيزيد الاحتباس الحراري. الفترة الأخيرة درجة حرارة الكوكب زادت درجة واحدة، بس تعالى أقول لك إن الدرجة دي مؤشر مش حلو خالص على العالم، وزيادة درجة حرارة الكوكب درجة كاملة ممكن تودي العالم في حتة تانية، فعشان كده اتقال إنه لو زاد بنسبة 1.5 يعني فاضل لنا نص درجة وهيبقى العالم بيقرب من النهاية بسبب ثاني أكسيد الكربون اللي عمال يزيد في الكوكب، فعشان كده ساعة المناخ لما وصلت ل4 ساعات الموضوع يقلق بجد. والخبر الثاني واللي الناس كلها بدأت تتكلم عنه إنه بقى فيه قمرين في السماء، والقمرين تم الاعتراف بيهم رسمي، لأنه فيه كويكب صغير، الكويكب ده دخل في مدار الكرة الأرضية وبدأ يلف معاها زيه زي القمر بتاعنا بالظبط، بقى ليه مدار وهيقعد في مدار الأرض 59 يوم، دخل آخر الشهر اللي فات وهيكمل معانا الفترة اللي جاية، فبقى فيه قمرين، وتم الاعتراف بالكويكب ده كقمر رسمي في السماء، بس اشمعنى المرة دي وعلى غير كل الكويكبات أو الأجسام الفضائية اللي بتلف حوالين الأرض اعترفوا بيه المرة دي إن هو قمر وهيكمل مع الأرض فترة، بس الفكرة هنا إن القمر ده مش بنشوفه بالعين المجردة لأنه دايما محتاج تلسكوبات من نوع معين. وتعالى أقول لك الخبر الأغرب واللي فعلا هيخلينا نبص للموضوع من زاوية تانية خالص، إن الصحراء اتملت مية، الصحراء الكبرى اللي موجودة في المغرب اتملت فجأة وعلى غير العادة، والكلام ده ما حصلش من 50 سنة، اتملت مية وبقت كلها غرقانة بالمية، وده بعد إعصار ميلتون اللي حصل في فلوريدا واللي أثر على المناخ في العالم كله بشكل غريب. الصحراء مليانه ميه، والكلمه اصلا غريبه، من امتى الصحراء كان فيها ميه؟ وطول ما الصحراء دي مليانه ميه ده هيغير جو المغرب تماما وهيغير المناخ فيها وهيزود نسبه الامطار جواها. بس ايه علاقه ده باعصار ميلتون اللي حصل في فلوريدا؟ اعصار ميلتون اللي سمعنا عنه الفتره اللي فاتت انه دمر حاجات كتير جدا وخد قصاده بيوت واماكن ومدن كامله في فلوريدا، وكانوا بيحذروا الناس منه انها ما ينفعش تقعد جوه بيوتها. بس تعالى اقول لك بقى على الاغرب في الموضوع عشان تتفاجئ بجد، ولو لسه لحد دلوقتي ما عملتش متابعه اعملها بسرعه بقى. اتقال بعد اعصار ميلتون ان في اعصار تاني جديد هيحصل في الولايات المتحده واسمه اعصار نادين، هو طبعا الاسماء اللي بيسموا بيها الاعاصير دي غريبه شويه بس خلينا ماشيين معاها. اعصار نادين اتقال عليه انه هيبقى اقوى من اعصار ميلتون اللي برضه اتقال عليه هيبقى من اقوى 100 اعصار جه على فلوريدا، وطبعا اعصار نادين هيبقى اقوى منه فما بالك اللي هيحصل. بس الغريب في الموضوع مش مجرد اسامي الاعصارين، الغريب في الموضوع الاشكال اللي ظهر بيها الاعصار، زي اعصار ماسيو قبل كده واعصار ميلتون في الاخر. اشكال الاعصار كانت تقلق اي حد، لانه التكوين بتاع الاعصار نفسه في الخريطه كان مدي على شكل جمجمه او حاجه غريبه بتشبه الجمجمه البشريه، عباره عن عين وانف وفم، وكل التفاصيل اللي موجوده في جمجمه كانت موجوده في شكل الاعاصير دي، وعشان كده العصير دي مطمنش وارتباطها بالفترة اللي بيحصل فيها انه في كويكب على شكل قمر موجود في الفضاء برضو الموضوع ما يطمنش. ولو ما قلقتش من كل الاخبار اللي فاتت فتعالى اقول لك الخبر اللي هيقلقك بجد. القاره القطبيه الجنوبيه انتاركتيكا، القاره دي طلع فيها زرع، والخبر ده مش مجرد خبر عادي، وفي ناس ممكن تيجي تقول لي ما هو عادي يعني بيطلع زرع في اي حته في الكره الارضيه. هقول لك بس في المكان ده بالذات كلنا عارفين انه مكان درجه حرارته تحت الصفر وطول السنه مليان جليد من ناحيه الجبال للارض لكل حاجه، الجليد والثلج مسيطرين على المكان تماما. لما يطلع زرع في المكان هناك والقاره القطبيه يبقى موجود جواها زرع، دليل قوي على تغيير المناخ جواها وعلى ان في درجات حراره بتتغير تماما، والتركيبه بتاعت الكون والعالم بتتغير، وبالتالي كل حاجه في العالم بتتغير. الاحداث الفتره الاخيره بتحصل بسرعه وتاريخها سريعه قوي، واحنا مش مستوعبين التغير اللي عمال يحصل والاخبار اللي كل يوم عماله تتقال. تفتكروا ايه النتيجه للاحداث دي وايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ انا عادل مجدي، شير كتير للفيديو ده وعايزين نوصله ل 50,000 لايك عشان الناس كلها يوصل لها المعلومه ونبدا ناخد بالنا. وقول لي على رايك لو انت متابع الاخبار دي، تفتكر الفتره اللي جايه ممكن يحصل ايه؟ وهل تغيير المناخ ده بيبقى حاجه طبيعيه ولا حاجه من صنع البشر؟